كون غدا تولي نندى مثلا ما زولا نصفي سوا نروى ميس سيت مازيغتا انا في دوس الحالة دينا و ثيميت خبر نصرافاس يتوخصن ذاك نذيك من لون قلوب فانا الحال ديث من نظين مالو سيستة مديث بوسان الجمعة لما ثلاثة صباح بوس كان سيفث و خبرا ذا كان اديلي وكفورة ذار عود كوكزدون عين الدفلة تيبازا المدية البليدة الدزاير ثمان ناغث بومرداس تيزي وزوت و فيرت فكايث جيجل ياكو تسكيكدا انا عدي غارو يزدون وهراني ميس عداني مزداغ تزنيق ثن 500 نت مزدوغين ثغيوان تنسيدي الشحمي ساعدان تسوي عثوا عريض سلاك فورديو وثن دي 24 نت ساعتين ثينقورا امي تشوراني فردان سوامان وغلقان تثريك وا وقومان ام ضبران تشمن لما ننسان ودفن في فراثي ميدو غوري سعان رفعان نيس وقسنايا انوالي ثوريق ثن كريمة سواق واحد ربع سنين درت برايا الشيف دايره ودرت ان كوريسبوندونس سادير بور انفورماسيون بور لا ديريكسيون دو لا سونتي وحده ودرت واحد للوالي اللي راه دروك مينيستر تاع ترونسبور لا حياه للمنتون هذيك ولادنا يقولوا باش يخرجوا باسكو على بالك انا عندي اربع اولاد يقولوا عندي في الباك وعندي في البيض والله ما يقولوا نجيب حافله باش نخرجهم الكار باش نخرجهم باش يروحوا يقروا انا ما نخدمش راكي تشوفي ما نخدمش باش نجي باش نخرج ولادي يروحوا يقروا نقعد في داري راقد نهار اللي تصب النو ما نخرجوش هذه الحيه كل يوم وين ما تصب النو تحمل علينا كيما فحاشا كل مره خرجنا من لاطوارات من جاره لداخل رانا كارثه ما كانش اللي يخرج ولا شوف حاجه كبيره رانا هذا الشيء معروف 500 ساكن انا دي غارو كزون الطرف يا غوزا نافا يمي تكفى المرثى الخصاص بومان تيسيت غافي مزداغ سلمي يبدا وباراج ماكسا لاس نفرفا غافي فيدو غلي فن الغلا بومان سالو غور بومان تيسيت دزراني كزوينكي دوك نفذو اعدان الناس كل اللي لحقنا الماء الناس كل تعمر ما كانش اللي يعاني من الماء نهار بعد نهار تجي العين ما يتشربش خلاص احمر وابيض تراب ديريكت تحط ولا دير ما يصفاش خلاص واليوم راه جا صافي كيما هك لا لو الي بوتابل حتى من الكلور فيه اليوم انسى لي سوكس دون المسيله عند تراجوني مزدان نتغيوان تنبني الماء ناس نفار القضيش كي ونباراج امي يحبس دياس القضيش خمسه نيس كوسنايا النوري ثوريق سفيان قوادري ذاكي ذقوم كان كيف في داني مزداغنا تغيوان دنا بني المان يا الليل تراجو اديليو باراجن بني المان ذا سنفارة تيرقي ثيهي حفاس القضيش وغار خمسان نيس قوسنايا احنا الان متواجدين في منطقة بوملوك المنطقة اللي كان راح ينجز عليها سد هنا بني المان يكب لهذا السد وادين واد من برج بعريريز واد مولية لبيرة جاء مقاول انطلق في الاشغال تاعو المقاول راح ذا باراج يلاني تراجوا دي سيو ضمان غروة سنت غيوانين ومالوغ وكزدون المسيلة يقود تيدي لان غفل قرافن توفيرت يقود برج بو عريريج ذا سنفار لان تسارى من امزداغ توقفت العملية ما نعرفوش علاش نطالبوا السلطات انها تتحرك انها تعود النظر في هذا المشروع الكبير تكون فائدة عظيمة ثروة حيوانية اللي هي الأسماك اللي تعيش هنا تولي مصدر رزق للسكان كذلك الفائدة الفلاحية والمساحة الشاسعة التي يمكن سقيها بهذه الثروة الآن نستفادوا من أم الشواشي ولكن في الفترة تاع الصيف أن المواطن يولي يشرب خطرة في الشهر وهذا يعني يعتبر غير كافي أصلاً احنا ماذا بنا ينظرون لهذا المشروع هذا انشتا ومازال مزداغ نتغيوان تنبني المانا ميال ثيكل تتراجو نيم ضبران ماذا سير من سن يتوعلق ذيك سنفارة تيرقيث اتولي نيم مزداغ